السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصدق اوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. اليوم عندنا تغطية تجربة خفيفة عن جي اس اي جي اس 5 2021، سيارة الاس يو في 5 مقاعد من جي اس سي. سيارة جميلة مميزة، مواصفات حلوة طبعا، حتى ما شاء الله شكل السيارة الداخلي والخارجي جدا جميل. نبي نتعرف عليها، اهم المواصفات واهم المزايا، تعرف تقريبا عن اهم الاشياء صراحه تتميز في هذه السياره. بسم الله. ومتابعين الكرام، زي ما تشوفون هذه الجي سي جي اس 5، طبعا سياره اس يو في 5 مقاعد. السياره هذه تنافس من بين الشركات الصينيه شانجان سي اس 75، كذلك عندنا تنافس هافال اتش 6، تنافس ام جي اتش اس. الصراحه السياره تميز، انا احس كذا داخليتها رحبه اكثر. طبعا السيارة موديل 2021، شكل جديد، مواصفات مميزة. طبعا نسينا نذكر بعض من تنافس من الكوريين، كيا سبورتاج، هيونداي توسان، روح اليابان، تويوتا راف 4، مازدا سيكس 5، طبعا نيسان اكستريل، عندنا من بعد هوندا سي ار في. هذا الأبرز المنافسين الكوريين واليابانيين، كما ذكرنا الصينيين خاصة بأسواقنا، لا ننسى جيل اسكارا من الصينيين. محرك 1500 سي سي توربو، طبعا التقنية من شركة بوش الألمانية، حدود 169 حصان تقريبا. طبعا الجير بتقنية يابانية، أوتوماتيك 6 سرعات، توبترونيك، نظام الدفع للأسف إنه ما يجي منه إلا خيار دفع أمامي. أتمنى لو كانت تتوفر بخيار دفع رباعي زي المنافسين. المواصفات الخارجية، أتكلم عن سقف بانورامي. طبعا السيارة تتوفر فئتين، نص فل وفل، ما في عندهم ستاندر للأسف أو ما جابوها. طبعا تكلمنا عن سقف البانورامي اللي جاء لجميع الفئات، الإضاءات الـ LED فل LED، 3 عدسات ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا نور عالي واطي، كلها LED مع كشافات ضباب LED، وفيها ميزة حلوة كشافات الضباب. لو طبعا كنت ماشي بالليل ومو مشغلها وحبيت تلفها، تعطيك مساعدة على الإنارة إذا كنت تطفي كشافات الضباب. وعد 2 حساسات بالأمام، لا ننسى الشبك الكروم اللي موجود على مقدمة السيارة. نوت السيارة تيجي بمقاس 18 انش، ومقاس الكفر 235 على 55، والكفرات ألمانية من نوع كونتيننتال. طبعا فيها اشارات بالمراية، كاميرات محيطية 360 درجة على فئة الفل كامل، تطعيمات خفيفة على مقابض ابواب كروم، حنايا العفش لا ننساها. ونروح للخلف، عندنا اضاءات الفل LED ما شاء الله تبارك الرحمن، الخلفية لمبة البريك كذلك LED، 4 حساسات خلفية. جي اس 5 التورك بالسيارة سيتكلم عنه 270 ما شاء الله نيوتن متر. جي اس اي وكيلها طبعا، من وكيلها شركة الجميح، الضمان طبعا اذا شريتها من الوكالة الضمان 5 سنوات عداد كيلومتر مفتوح. طبعا المعلومية، شكمان السيارة بنظام بريطاني، تقنية بريطانية، كذلك البريك الخلفي تقنية أمريكية، الصدامات طبعا برضو أمريكية ما شاء الله، يعني تصميم الصدامات إلى آخره معايير أمريكية. على فكرة السيارة هذه هي أول شركة صينية أو العلامة الوحيدة الصينية دخلت أمريكا، عشان تكونوا بالصورة. هذه شنطة السيارة، لاحظوا ما شاء الله مساحتها، هذه السيارة الخلفية. أعتذر عن الهواء، لكن صراحة أنا عجبني الجو فقلت لازم أصور السيارة. شوف طبعا هذه سيارة تست درايف، فاعذروني على انا صراحة غير يعني ما صورت الا تقريبا على اخر يومين، بس يلا كويس، تبقى احسن من السيارات تصور لكم دائما بغبار الوكالة. طيب هذا السقف البانورامي، وصراحة صرفية الوقود شيء ممتاز، 15.6 كيلو لكل لتر بنزين، ونوع البنزين 91، 1.5 اوتوماتيك دفع امامي. طبعا دخول بالسياره، بمجرد انك تقترب من السياره على طول يفتح السنتر لوك، مفتاحها صراحه جميل ومن اجمل المفاتيح اللي شفتها. اغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، جهاز انذار، خاصيه تشغيل عن بعد، وفتح قفل الشنطه. هذه السياره بالداخل، طبعا مقاعدها جلد ما شاء الله اوف وايت، يجي منها اسود وجملي، اسود وجملي كذا لونين مع بعض. هذه من الخلف، صراحة السيارة واسعة من الخلف، مساحتها جدا ممتازة، مساحة الأقدام إلى آخره ما شاء الله تتسع لناس طوال، كذلك المساحة الداخلية. لاحظ فتحات التكييف الخلفية، منفذ اليو اس بي اللي موجود فيها، التكاية الخلفية اللي فيها حاملة أكواب زي ما تلاحظون، ممكن تسلم التكاية ما عندك أي مشكلة، هذه هي. وكذلك الظهر حق السيارة تقدر تحركه من المقابض اللي هنا تقدمه، شوف كذا
على حسب احتياجك تبيه كذا يعني. لحظة خلينا نشوف، هذا أكثر شيء تقريبا. لا خلاص هذه أكثر زاوية تقدمها، وهذه أكثر زاوية ترجعها. طيب وش بعد؟ إضاءة السقف الـ LED. لحظة ما شاء الله، طبعا صراحة تصويرها في الليل للإضاءات مع الداخلية شيء روعة. كرسي السائق الراكب حركة كهربائية، ذاكرة تخزين كرسي السائق. وننتقل للداخل. بسم الله، سكر الفتحة خلاص. طيب بسم الله، من هنا ستارة. طيب ما علينا، نكمل المواصفات. الزجاجة بالكامل كهربائية، تلمسة واحدة، سنتر لوك، المراية كهربائية، وأكيد فيها خاصية الطي. تكلمنا عن ذاكرة التخزين، فورميك التخشيب الموجودة على الأبواب كاملة الأمامية والخلفية. الطبلون كذلك صار فيه إضاءات محيطية باللون الأزرق خط خفيف، بصور لكم في المساء، حيكون آخر الفيديو. طبعا هنا تحكم في مستوى الإضاءة الخارجية، نظام ستارت ستوب، توفير وقود، تراكشن، نظام المنحدرات، ضغطة واحدة، كاميرات محيطية 360 درجة، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما شاء الله الصفاوة فيها ممتازة، أحسن صراحة، أحسن كثير من الشركات سواء الصينية ولا حتى الشركات الثانية كنقاوة. في سلبية صراحة بتكلم عنها، هي الشاشة جاية الصغيرة، لكن طبعا بين المنافسين الصينيين. لكن أنا اللي لاحظت بسيارات جي سي أنه ما شاء الله اللغة اللي فيها مضبوطة، ما هي زي بعض الشركات تكون ما أدري كيف كذا ترجمة، يا ريت ترجمة جوجل، ترجمة جوجل تفهم منها شوي، مرة عشوائية. طيب فهنا اللغة ما شاء الله تبارك الرحمن ما فيها إخطاء، فيها السيارة نظام أبل كار بلاي عشان الخرائط الآخر إذا حاب تفتح من الجوال، ما فيها نافيجيشن لكن أبل كار بلاي يساعدك على هذا الشيء. طبعا دركسون السيارة هذا هو شكله ثلاثي ورباعي بالأدق، بس إن التصميم ثلاثي جاي وفي فتحة كذا ممر للهواء. عندنا هنا طبعا بلوتوث، الأوامر الصوتية، تحكم نظام الصوتي، تحكم بعداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية. طبعا جميل جدا وضوحه، لغته جدا ممتازة. ليش أنا أتكلم وركز على موضوع اللغة؟ لأن في كثير من الشركات للأسف لغتها خيطي بيطي. طيب عندنا مثبت السرعة، وعندنا الأنوار في وضعية الأوتو، كشفات الضباب الأمامية والخلفية كلها موجودة. طبعا حتى أنه في المساحات حسب ما شوفنا في وضعية أوتو، زر التشغيل الذكي. طبعا الشاشة تكلمنا عنها وعن الكاميرات اللي فيها. طبعا اكيد فيها ما في سي دي، فيها منفذ يو اس بي، خلاص بطل السي دي من زمان. والبلوتوث والابل كار بلاي، المكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب. كذلك السيارة فيها تبريد وتسخين للمقاعد الامامية، وجاية ازرار في التاتش ما شاء الله. طبعا الحين بيجي واحد يقول طيب يا اخي لو جاء واحد جنبي ولعب فيها وش اسوي؟ تضغط الزر تدبل عليه خلاص، الحين قلبت شغالة، قبل شوي كانت طافية، او تضغط الزر مرة ثانية وتفصلها، مرة ما حد يقدر يتحكم فيها. طبعا تبريد وتسخين للمقاعد الأمامية، مقعد السائق والراكب. هنا وضعية القيادة درايف مود على النورمال والإيكو، لكن إذا حاب تقلب سبورت مو من هنا على طول، تحط الجير على وضعية سبورت والسيارة تقلب طبعا سبورت زي ما ذكرنا دوبترونيك عن طريق الزرين اللي هنا موجودات. خفض الصوت ورفع الصوت طبعا من هنا موجودة، غير الدركسون يعني. حاملات الأكواب طبعا هذه إذا حاب تحط تفصل بينهم مع تكاية بالوسط، وهذه مساحتها ما شاء الله تبارك الرحمن كبيرة للتخزين فيها، مع وجود مراية تعتيم داخلية. والشماسات طبعا فيها مراية مع إنارة LED، كذلك أنوار السقف LED لمس زي ما لاحظنا، وبيت للنظارة. مواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وإرباكات جانبية، وعدد 5 أحزمة أمان. حاليا ننتقل إلى التسارع، نبي نجرب التسارع. مع العلم صراحة متابعين الكرام أنا غير مختص بالتسارعات، لكن من باب أني حاب أوري الجمهور يعني التسارع صراحة، لأن الناس جربت السيارة مع أنها 1500 سي سي، كثير ناس انتقدت أو محرك صغير مشاهد السيارة، لكن يوم تستخدم وتجرب وتدعس صراحة بتلاحظ الفرق، والسيارة تقدر تأخذها من الوكيل تست درايف وتجربها، ما عندك أي مشكلة. هذه سيارة تست درايف طبعا زي ما تشوفون، حتى انا صراحه ثقلت عليهم خليتها معي زياده، يوم قالوا لي انه في سياره بديله، على اساس هو ما في سياره بديله، فقالوا لي لا في سياره بديله نعطيها للعملاء، فخلي السياره معك وانبسط عليها. عموما خلونا نجرب التسارع.
وقبل صراحة بحب أنبه المتابعين أن أصلا السيارة هي ما هي أن تشتريها عشان تسابق فيها، لا، هي سيارة استخدام يومي، سيارة مرتفعة تشيل عيالك، تروحون تتبشون، تسافرون عليها، فهذه فكرة السيارة. لكن صراحة التسارع بس من باب أن الناس حابت تعرف السيارة تستجيب للدعسات، يبغى يتجاوز إلى آخره، فهذه هي فكرة التسارع، وهذا اللي يهمني أنا عبد الرحمن بالتسارع. وبسم الله أبى أجرب التسارع، وبجربه كإنسان طبيعي جدا، لاني محتاج وضعية سبورت ولا شيء، أبى أحط على الدي وما راح أفك تراكشن، وبخلي التكييف شغال، لأن زي ما ذكرت أصلا السيارة هذه ما راح تطفي المكيف وتروح تسابق وتقاوم خلق الله، فقط تبي تشوف سرعة الاستجابة فيها. ونقول بسم الله ونجرب التسارع. ما شاء الله، على فكرة فراملها كويس أمانة. ومتابعين الكرام، زي ما تشوفون حاليا احنا خارج السيارة، نبي نتكلم حاليا عن الإضاءات الخارجية الأساسية. طبعا عندنا 3 عدسات LED ما شاء الله تبارك الرحمن، ليد نهاري زي ما تشوفون، زي الرمش شكله، كشافات الضباب الأمامية، وإذا ما كنت تستخدم كشاف الضباب طبعا ولفيت تساعدك تسوي لك إنارة طبعا بالمساء. والحين ننتقل للخلف ونصور لكم كذلك إضاءات السيارة الخلفية الـ LED. شيخ المخل تلاحظونه بهذا الشكل، تجي مع اللوحة الخلفية تجي هيلوجينية. طبعا أنا قاعد ألعب بالتحكم، وإذا شغلنا الفليشر قلب اللد النهاري أو الرمش إلى لون الأصفر مع الإشارات. زي ما تلاحظون عندنا كذلك إشارات المراية، وتلاحظون شكلها غريب جدا. ننتقل للخلف ونشوف إشاراتها الخلفية، ما شاء الله تبارك الرحمن كذلك إشاراتها الخلفية LED. طبعا نور بالكامل LED العالي والواطي، لكن إذا حطينا عالي طبعا فقط عدسة واحدة على عكس الواطي هي 3 عدسات، عدسة واحدة تكون عالي زي ما تلاحظون. طبعا لمبة البريك الخلفية زي ما نلاحظ الجناح، كذلك ما شاء الله LED حق البريك. طبعا قوة الصراحة LED العدسة مو عارفة تلحق على مين ما شاء الله. والآن بصور لكم إضاءة السيارة الداخلية LED ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا لاحظ خطوط باللون الأزرق، لون هادي جدا خفيف على العين، حتى عندي كور الجير تلاحظون الخط هذا، شوفوا كيف جاء المرتبة. وهنا عندنا الداخلية الأبواب كاملة، طبلون، والأبواب الخلفية ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا نشوف أنوار السقف LED الجميلة صراحة، خاصة منظرها بالليل يكون أجمل. شوفوا الداخلية كيف أنيقة مع الإنارة LED اللي جاية على شوية صفار، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انوارها الاماميه LED باللمس تشتغل، خلفيه بالازرار الموجوده هنا. ما شاء الله. وبما ان ما شاء الله تبارك الرحمن وصلنا لنهايه الفيديو، نبي نعطيكم كذا النبذه السريعه عن الجوائز اللي حققتها الشركه كذلك السيارة. ما شاء الله، أول جائزة طبعا اللي هي حقت JAC الشركة الأم للسيارة، طبعا العلامة الصينية الأولى اللي حصلت على جائزة JD Power خلال 8 سنوات متتالية. طبعا هذه تعتمد على معيارين أساسيين اللي هم الجودة والموثوقية، كذلك تجربة القيادة وخدمة الوكيل في البيع. الشيء الثاني طبعا ما شاء الله حصلت على 5 نجوم السيارة في تصنيف CNCAP اللي يعتبر أهم مؤشر تصنيف طبعا وتقييم لمستوى الأمن والسلامة في عالم السيارات.
السيارة نفسها الجي اس 5 فازت بالميدالية الذهبية طبعا جائزة السي اي كاب طبعا لجودة وأصالة التصميم بمقواة صديقة للبيئة المدى الطويل. وسيارة ما شاء الله يوم تتكلم عن الجي اس اي من أكبر مصانع بالصين للمعلومية، واللي يميزها طبعا أن السيارة فيها مكونات عالمية زي ما تعرفون، ما شاء الله الجي اس اي فيها بوش، فيها كثير شركات من أمريكا من بريطانيا إلى آخره، كذلك شركة جي اس اي تجمع لشركة تويوتا يعني داخل شراكة مع شركة تويوتا في الصين، مع هوندا، مع ميتسوبيشي، مع فيات، فأكيد ما شاء الله عندهم خبرة كبيرة. البراند كذلك انه ترى البراند الوحيد دخل للسوق الامريكي في عالم السيارات الصينيه. الى هنا طبعا متابعينا الكرام ننهي طبعا هذه المراجعه الخفيفه والاعلان السريع عن هذه السياره الجميله. صراحه صدق سياره استمتعت فيها، جميله جدا، استمتعت بقيادتها، استمتعت بكثير من الاشياء اللي فيها، خاصه صراحه السياره ما توحي لك اللي تفكيرك انها سياره صينيه رديئه الى اخره. بالاول والاخير طبعا اتمنى نشوف السياره ما شاء الله منتشره وخدمات الوكيل تكون افضل وافضل وافضل. ما شاء الله وكيل جميعها غني عن التعريف، فهذه احد الاشياء صراحه اللي يعني يوم تاخذ براند تعرف من هو وكيله. طولت عليكم متابعين الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.